وللحديث أكثر عن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية المنعقد اليوم، معنا عبر الهاتف سعادة العضو صادق الرحمة، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك بالاجتماع. مساء الخير سعادة العضو، وبعد تحية هل لك أن تطلعنا أكثر على أهم ما جرى خلال الاجتماع؟ أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين الكرام بكل خير، وأشكركم على الاستضافة. كما تفضلت أختي الكريمة، شارك وفد الشعبة البرلمانية في مملكة البحرين برئاسة الأخت معالي فوزية بنت عبد الله زينل في اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 13 والتي عقدت صباح اليوم عن بعد. على جدول الأعمال كان هناك عدة مواضيع مهمة، وأستطيع القول أن الاجتماع حقق نتائج وتوصيات تخدم المصالح الخليجية المشتركة على الصعيدين الخليجي والدولي. على الصعيد الخليجي، فقد سمنا أصحاب المعالي رؤساء الوفود الجهود التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو القادة والحكومات بدول مجلس التعاون في التصدي لجائحة الكورونا كوفيد-19 وتداعياتها على مختلف القطاعات وخصوصا الاقتصادية. وكذلك تم مناقشة دور المجالس التشريعية في دعم وتحفيز الاقتصاد ووضع الخطط لما بعد جائحة الكورونا. نعم. أيضا أختي الكريمة، وافق رؤساء الوفود على أن تستضيف مملكة البحرين الاجتماع القادم للمجالس التشريعية في الدورة 14. أما على الصعيد الدولي، فقد تمت الموافقة على مزيد من الخطوات التي من شأنها تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية، وتم تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون دول الخليج العربية وبالتنسيق مع المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة كونهم رئيس الدورة الحالية لاستكمال الزيارات المتبادلة بين المجالس التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا مجموعة دول أمريكا اللاتينية. نعم. هذا باختصار شديد ما تمت مناقشته في الاجتماع، وأكرر شكري لكم على الاستضافة. نعم، سعادة العضو صادق الرحمة، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، شكرا جزيلا لك.